ميدان سباق الخيل حافظ على جودة الفرس العربي الأصيل. عرفت بيروت سباق الخيل من قديم الزمان، أما شركة ميدان السباق فأبصرت النور سنة 1916 بعهد الوالي التركي عزمي بيك على يد جاك موسى سرسو اللي كان أول رئيس لها. ولما توفى بأيار 1924 كان الميدان تنظم وصار من أحدث ميادين العالم ترتيباً وإتقاناً، وكان يتسابق فيه 600 جواد، وكان يأمن فرص عمل ل 500 عامل خلال السباقات. وبوفاة المؤسس تشكل مجلس إدارة برئاسة جابرييل تراد، وشكل ريع السباق مورد مهم لبلدية بيروت. وسنة 1941 أنشأت الشركة مطعم كان يقدم الطعام ل 200 شخص يومياً. الماركيز جان دو فريج كان أول من أطلق سنة 1927 فكرة إنه الحصان العربي المولود بالبقاع بيتمتع بالقدرة على مجابهة أحصنة العراق والجزيرة العربية، وأنشأ مزارع لتربية الخيول ببلدة حوش سنيد بالبقاع. ومنذكر إنه الوزير أنري فرعون كان يملك 300 جواد وفرس بتشارك بالسباق بالميدان. بسنة 1967 أسس جبران نحاس مع بعض أصحابه جمعية لتحسين نسل الجواد العربي وتنشيطه. كانت السباقات بتجرى اعتيادياً السبت والأحد، وكتار من الشخصيات العالمية زاروا ميدان سباق الخيل مثل الملك السعودي فيصل. وخلال الانتداب الفرنسي كان المفوض السامي الكونت دو مارتال وزوجته يترددوا دايماً على الميدان، وكمان الرئيس حبيب باشا السعد وأميل إدي. واللافت إنه كانت تصدر ببيروت مجموعة من الصحف الخاصة بالسباق مثل أخبار الميدان، معليش، وآخر ساعة. وقبل اندلاع أحداث 1975 كانت الإحصاءات تأكد مشاركة أكثر من 2500 جواد عربي بجولات السباق. وكان على مدى الأيام لسان حال شركة ميدان سباق الخيل يقول ظهورها عز وبطونها كنز.